مش كنت عايزه كم سؤال، مش عارفه الوقت يضعفني ولا لا. والله اسالي بسرعه. انا دلوقتي حاطه مبلغ في البنك، باخد ارباحه، بس انا بقالي سنتين خدتهم وصرفتهم. نعم، ماذا قلتي؟ حاطه مبلغ في البنك. بئس البنك. وبعد؟ لا، فيصل، بنك فيصل، وانا ما عنديش اي حد يعني بيصرف عليا غير ابني، وشغال وتعبان وجوزي عايش. البنوك كلها شأنها واحد، والعائد من ورائها ربا. يعني السؤال الثاني، هي ما اطلع لله. طيب خرجين الفقراء الذين ليس لك بأقارب. ماشي، ما كلش قرايبي بس كلهم فقراء يعني. الله يسلمك.